صباح الخير، طلابنا صف الرابع. احنا اخذنا عملية الطرح في الدرس السابق وطرحناها بطريقتين، طريقة جدول القيمة المكانية وطريقة الطرح العمودي وكذلك التحقيق. مثل ما سوينا بالجمع اخذنا تقدير نواتج الجمع. اليوم درسنا في هذا الفصل تقدير نواتج الطرح، نفس الحالة نفس الطريقة السابقة في عملية الجمع، انه اقدر العدد الاول، يعني اقرب العدد الاول واقرب ايضا العدد الثاني واخلي او اضع رمز التقريب، ونفس عملية التقريب. لكن احنا بهذا الفصل احنا رح ناخذ التقريب الى اقرب 10,000 وكذلك الى اقرب 100,000، نفس الطريقة هي، لكن هناك اخذنا الى اقرب 1000، قدرنا نواتج الجمع لاقرب 1000، هنا رح ناخذ الى اقرب 10,000 ايضا. في هذا المثال في فقرة التعلم حصل 143,930 مترا مربعا من الرز بواسطة المكاعن من الأراضي البالغة مسافتها 378,240 مترا مربعا. إذا المساحة أكو عندنا من الأرض وحصد بها الرز، عندنا عدد أول وعدد ثاني. ما مساحة المنطقة الغير محصودة؟ يعني عندنا 143,930 متر مربع من الرز حصدناها بواسطة المكاعن، زين، من أراضي كبيرة مساحتها هذه المساحة، يريد المساحة الغير محسودة. زين، شو يقول غير محسودة؟ تقريبا، ما طول عندنا تقريبا، يعني لازم أقرب العدد الأول وأقرب العدد الثاني. زين، ايش قد نقربه؟ نقربه حسب ما هو يطلب من عندي. هنا رح ناخذ اقدر مساحة المنطقة الغير محصودة باستعمال التقريب إلى أقرب 10. الخطوة الأولى ناخذ العدد الأول، هذا العدد الأول اللي جانا بالسؤال، ونقربه إلى أقرب 10,000. احنا بالدرس الماضي أخذنا إلى أقرب 1000 وقلنا آحاد، عشرات، مئات، ألوف، وحوطنا الألوف وشفنا المرتبة اللي قبل الألوف، هل هي من الأعداد البخيلة أم من الأعداد الكريمة؟ وقربنا. لكن هسه بهذا هو نفس الطريقة، لكن نشوف وين المئات، العفو، عشرات الألوف. آحاد، عشرات، هذا هعيد، آحاد، عشرات، مئات، آحاد الألوف، هذا عشرات الألوف. عندنا هذه السبعة هي العشرات الألوف، حوطناها بهالطريقة، الكل يحوط بهالطريقة حتى ما ننسى. زين، أشوف القبلها شنية، هاني الثمانية هل هي من الأعداد الكبيرة، الأعداد يعني الكريمة اللي تنطي، أم هي من الأعداد البخيلة؟ شوفوا، راح نرجع نراجع الأعداد البخيلة، هي الصفر، الواحد، 2، 3، 4. أما الكريمة هي 5، 6، 7، 8، 9. زين، من إجينا حوضنا، من نجي نحوض هذه عشرات الألوف، الثمانية كبيرة إذا تعطي للسبعة. زين، كم صفر أخلي؟ أخلي صفر للآحاد وللعشرات وللمئات وإلى الألوف، يعني أربعة، هنا أربعة أصفار، أربعة أصفار، والسبعة تصير ثمانية والثلاثة تنزل كما هي. أنتوا تقريبا الكل يعرفوا شلون يقرب. احنا المهم نعرف وين العشرة آلاف. زين، بهذا العدد وين عشرة آلاف؟ الأربعة، لأنه آحاد، عشرات، مئات، آحاد الألوف، عشرات الألوف. إذا قبل أنزل الأربع أصفار، الثلاثة ما تعطيني تنزل الأربعة والواحد ينزل. بعدين ايش أسوي؟ راح رأسا احنا في حل التمارين هسه راح نخلي هنا عملية الطرح للسهولة. إذا أطرح هذا ما بعد التقريب، بعد عملية الطرح يطلع لنا الناتج اللي هو يريد تقدير ناتج الطرح
لمساحة المنطقة الغير محسودة. هذا هو الناتج. الصفارة تنزل طبعاً، 8 طرح 4 4 و 3 طرح 1 هو 2. زين، عندنا هنا هذا مثال آخر. أرادت صفية شراء ثلاجة ثمنها مليون. شوفوا خليت الفواصل حتى نقدر نقراها. مليون وأربعمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة وخمسون دينارا. إذا كان لديها مبلغ قدره أربعة مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف وستمائة وخمسون دينارا، أقدر، شوفوا أقدر المبلغ الذي يبقى معناتها عملية طرح مع صفية بعد الشراء باستعمال التقريب إلى منه؟ هسه إلى 100,000. المثال القبل كان 10,000، هنا من هو 100,000، هنا إلى 100,000. الخطوة الأولى أنه آخذ هذا العدد بهالطريقة، أنا حليت لكم إياه هنا أسهل. زين، وين ال 100,000؟ هذا العدد الأول وهذا العدد الثاني، والعملية بيناتهم طرح. زين، لازم أقرر. آحاد، عشرات، مئات، آحاد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، أحوط الثلاثة. خطوة خطوة أمشي بيها. زين، القبلها خمسة، تعطي لو ما تعطي؟ نعم تعطي، راح نحط هذا السهم، راح تصير الثلاثة أربعة. وهذه المراتب القبلها كلها صفارة، إذا هنا عندنا خمسة صفارة، والثلاثة تصير أربعة، وهذه الأربعة تنزل، إذا قربنا العدد الأول. نجي على العدد الثاني، أيضاً بنفس الطريقة، وينها مئات الألوف؟ آحاد، عشرات، مئات، آحاد الألوف، عشرات الألوف، هذه مئات الألوف الأربعة، نحوطها. الثمانية كريمة تعطيها واحد. عندنا هنا خمس أصفار تنزل للمراتب اللي قبلها، وبعدين الأربعة تصير خمسة والواحد ينزل. بعدين راح نسوي عملية الطرح، وكل اثنين نعرف نطرح. أكيد الأصفارة ناقص الأصفارة تنزل أصفارة. الأربعة ما طرح خمسة ما يصير، ناخذ من الأربعة اليمنى هاي تصير 14 ناقصا خمسة 9، والثلاثة طرح واحد 100. إذا هو هاي الطريقة أنه نقرر العدد الأول حسب ما يعطيني بالسؤال. إذا 100,000 أدور وين ال 100,000، إذا 10,000 أدور مرتبة 10,000 وأقرر ومن ثم أطرح، يعني حسب ما يريد من عندي بالسؤال. هذا هو كان التقدير واللي أني شرحت لكم إياها. هذا نفسه اللي شرحناه. زين، نجي على مثال آخر. أقدر ناتج طرح للمرتبة الملون رقمها باللون الأحمر. إحنا ايش يريد من عندنا؟ نقرر هذا الرقم الأحمر. إحنا سواء عرفنا هو بيا مرتبة أو ما نعرف راح نقدر نقرر، لأنه إحنا عملية التقريب عرفناها بعد. زين، من يقول الرقم الملون باللون الأحمر، هذا اللون الأحمر، شو أسوي لهذا؟ أحوطه بدائرة حتى أعرف التقريب مالته. زين، الرقم أو المرتبة اللي على اليمين اللي من هذه الصفحة اللي هي قبلها، من هو الواحد ينطي لو ما ينطي؟ ما ينطي. إذا الاثنين راح تنزل كما هي هنا هذا المربع. المراتب اللي قبلها أحسبها كم وحدة؟ أربعة، إذا أنزل أربعة صفارة. فهمنا؟ يعني المراتب اللي قبل الرقم الملون راح تصير صفارة. وأشوف الرقم اللي قبل الرقم الملون ينطي يعني بخيل أم كريم حتى أسوي عملية التقريب، واللي بعد هالمرتبة تنزل. هذا كلش مهم السؤال، راح يجي من عنده بالتمارين. زين، الطرح. الرقم الملون هنا جيت خمسة، كم مرتبة قبلها؟ واحدة، اثنين، ثلاثة، أربعة، إذا أربعة أصفار. زين، الخمسة أكو قبلها صفر، ينطي؟ ما ينطي، إذا تنزل الخمسة، وهنا الأربعة تنزل. هنا ايش راح نسوي؟ عملية طرح. طبعا هنا نعطينا اياها عملية الطرح بالأفقي، يجب أن أطرحها بالأفقي، أما هي إذا انطاني اياها عمودي أطرح بالعمود. وإذا ما محدد لي ممكن أنا بالمسائل بكيفي.
هنا عندك اربع اصفاره وهنا اربع اصفاره راح ننزلها. شوفوا هاي الاثنين خليت جواها خط لانه راح اطرحها مع الخمسه حتى ما اخربط الاثنين ويا من دا اطرحها ويا الصفر يجوز واحد بعدين يسوي حتى لا يخطا نخلي اشارات. الاثنين ما يصير ناخذ من 8 يصير 12 هنا او 12 طرح 5 الجواب 7. بعدين عندنا هاي الثمانية شفطناها صارت 7 لانه اخذنا من عدها ناقص 4 الجواب 3. هذا بالنسبة الى رقم 3 بتقدير الرقم الملون. هنا ايضا عندنا رقم ملون احوطه اشوف قبله كم صفر اخلي كم مرتبة يعني 1 2 3 4 5 خمس مراتب. اذا احوطها وانزل الخمس مراتب والستة تعطي لي 7 تصير 8 والتسعة تنزل. عملية الطرحية نفسها وهنا ايضا الملون احوطها الاثنين حصير 3 وقدامها خمس مراتب اذا هي 5 اصفارة وبعدين نجري عملية الطرح. هنا الاصفارة مع صفر ناقص صفر انتم طبعا تاخذوها بالسبب. صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص صفر صفر، تحسبوها او ممكن هنا خمس اصفار وهنا خمس اصفار اذا ننزلها خمس اصفار. زين هنا 8 وهنا 3 ايش كيف؟ معناها نطرحها 5. تشوفون شلون خليت هاي العلامات؟ لانه راح يصير عندكم خطا اخاف لا تطرح 8 مثلا ناقص مو 3 راح تطرحها مع الاثنين وراح يطلع عندك العدد خطا. اذا اتاكد من عمليه الطرح. زين عندنا واجبنا هو حل التمارين لتقدير نواتج الطرح. عندنا اتاكد واحل وان شاء الله اشوفكم في الدرس القادم.